أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن توجهها لدعم تشغيل المطارات اليمنية في المناطق المحررة. يأتي هذا الإعلان وسط تدهور غير مسبوق تشهده المطارات في المناطق المحررة سواء في العاصمة المؤقتة عدن أو حضرموت أو سوق قطرة، وذلك بسبب غياب وقود طائرات تارة وإشكالات أمنية وخدمية أخرى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن الجهود القائمة من إعادة خط الملاحة المتعثر؟ وما هي أبرز المعوقات التي تحول دون تشغيل المطارات؟ بعد تعثر طويل وعجز أصاب خط الملاحة الجوية في اليمن تسبب في خلق شلل كامل في الحركة الجوية، ها هي تعود الجهود الإقليمية لمحاولة إنعاش وتشغيل المطارات في مناطق سيطرة السلطة الشرعية. وبحسب القائمين على أعمال الرحلات الجوية فإن التوقف الذي أصاب حركة المطارات وأنتج صعوبات عدة في نقل المساعدات الإنسانية وتنقل المواطنين يرجع إلى أسباب عدة، منها مشاكل أمنية كسيطرة الميليشيا على عدد من المطارات، وأخرى إدارية تمثلت في عجز الجهات الحكومية على تطبيع الأوضاع الملاحية وتوفير الاحتياجات اللازمة لانتظام حركة الملاحة ورحلات الطيران في المطارات التي تشرف عليها. نبدأ النقاش بعد أن نتابع التقرير التالي حول موضوع الحلقة للزميل أسامة القطيبي. حلقة سمعتم بحياتكم أن شركة طيران تلغي رحلة لأن الطيار زعلان؟ تساؤل وضعه أحد هؤلاء المواطنين العالقين في الخرطوم بسبب تأجيل رحلتهم لأكثر من 10 أيام. مئات العالقين فيهم المرضى والطلاب والعائلات يتجمعون أمام مكاتب اليمنية في أكثر من مدينة منتظرين أن يكف المسؤولون اليمنيون عن الاستهتار بمصالح المواطنين وينتظموا في تسيير الرحلات من وإلى اليمن. بالأمس التقى رئيس هيئة الأرصاد اليمنية نظيره السعودي في الرياض، وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الجانب السعودي وعد بتقديم الدعم اللازم للطيران المدني. صباح هذا اليوم تم وصول 4 ناقلات محملة بوجود الطيران قادمة من المملكة العربية السعودية بكمية 144,000 لتر. ابتدأ هذا الدعم بوصول 4 قاطرات من وقود الكيروسين مقدمة من الجانب السعودي بحسب تصريح ناصر شريف نائب وزير النقل. الدعم الواصل لمطار سيئون يمهد لاستئناف عمل المطار بعد توقف دام 2 أسبوع. يبدو أن المسافر اليمني هو الأكثر معاناة على الإطلاق، فبين أسعار تذاكر صنفت بأنها الأغلى حول العالم وفق مستواها وبين مواعيد غير منضبطة يصل التلاعب فيها إلى عدة أيام. أما معاناة اليمنيين في الداخل للوصول إلى مطارات عدن وسيئون فهي قصة أخرى، إذ يقضي المسافرون القادمون من صنعاء أو أي مدينة أخرى ساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة للوصول إلى مطار سيئون أو عدن، فضلا عن العراقيل الإضافية في نقاط التفتيش من قبل السلطات المختلفة. ويظل السؤال الملح لجميع اليمنيين: متى ستنفرج أزمة الطيران وتفتح المطارات ويتم كسر احتكار الطيران اليمنية المستغل لعدم وجود شركات تجارية منافسة؟ وهل يمكن أن تساهم الوعود السعودية بالدعم في تفعيل خطوط الملاحة الجوية وانضباط الرحلات وتقليل أسعارها الباهظة؟ نبدأ النقاش مع ضيفنا من صنعاء خالد الحربي المسؤول الإعلامي لنقابة موظفي وعاملي الخطوط الجوية اليمنية. أهلا بك أستاذ خالد. في البداية، هناك مشاكل كثيرة تواجه عودة الخطوط الجوية اليمنية لعملها أمام وعود بدعم تشغيل المطارات بشكل منتظم، ما هي أبرز الإشكالية التي تعيق عودة عمل المطارات؟ اهلا وسهلا بكم. بدايه نحب اصحح النقطه الذي ذكرها اول التعليق احد المعلقين عندكم انه التوقف شركه الطائرات بسبب ان الكابتن زعلان، هذا كلام غير صحيح. وهذه الرحله التي الغيت تبع الطيران الافريقي كانت يوم 11 يوليو تم تحديدها، ومعي الايميل المرسل من الشركه الكينيه انه تم الغاء الرحله بسبب عدم توفر الفيول. من يوم 11 كان خطها الخرطوم عدن، تم تغيير خطها إلى يوم 13. فيما يخص توقف المطارات، نحن كشركة طيران نعمل ونحاول خدمة المواطن بكل الإمكانيات المتاحة لدينا، ولا نقوم بإيقاف الطائرات على الإطلاق على المواطنين. ما حصل هو عدم توفر مادة الوقود. هناك كنت ذكرت نقطة مهمة، لكن كان هناك تشويش ربما لم استطيع التركيز معك في عند حديثك على السؤال الأول، كأنه أنتم تتعاونون مع شركة طيران أخرى لتسيير رحلات، كنت تقصد ذلك؟ ذكرت خطوط الطيران الأفريقي. مطار سيئون يستقبل الخطوط الجوية اليمنية وطيران الأفريكان وكذلك طيران السعيدة، والمطار توقف على كل شركة الطيران وليست اليمنية هي السبب التوقف. طيب، هذا ما حبيت أن أصححه. يعني الطائرات التي توقفت
كانت لطائرة الخرطوم الذي تم إلغاءها من يوم 11 إلى يوم 14 إلى يوم 13. طيب الآن هذا الوضع الصعب والمئات العالقين من اليمنيين في مطارات العالم، المشكلة لها علاقة هل بالمطارات والخدمة فيها أم في الخطوط الجوية اليمنية باعتباركم ربما الآن المشغل الحصري والرئيسي للرحلات من وإلى اليمن؟ نعم، بالنسبة لنا نحن لم نلغي أي رحلة من طرفنا، ما حصل وما حصل من ازدحام لنا، هذا يسبب لنا ارتباك كبير جدا في إدارتنا، في ركابنا، في مسافرينا، في سمعتنا، لكن السبب هو ليس من قبلنا وليس من إدارتنا وليس من بسبب تقصير من الخطوط الجوية اليمنية أو ما أشبه. السبب هو عدم حصولنا على التصاريح الممكنة، عدم حصولنا على تصاريح التسيير أكثر من رحلة، توقف المطار في الفترة الأخيرة مطار سيئون، وتعقبوا أيضا مطار عدن بسبب عدم توفر وجود الطائرات. لا يعني من المستحيل أن تشغل طائرة بدون وجود. طيب نشرك معنا من إسطنبول محمد الجنيد مدير سابق في الخطوط الجوية اليمنية، أهلا بك أستاذ محمد. طيب إلى حين أن يجهز الاتصال أعود لضيفي من صنعاء خالد الحربي، بالنسبة لأبرز الاحتياجات الآن لعودة العمل وتشغيل الخطوط الجوية ما هي؟ نحن الحمد لله أبلغنا أنه تم توفير وجود الطائرات إلى مطار سيئون، لكننا كشركة لم نتلقى إشعار رسمي من شركة النفط بالبدء بتشغيل الرحلات. ما حصل أيضا من توفير للوجود من قبل شركة النفط في مطار عدن أيضا سهل لنا العملية التي كانت الإدارة سعت لها، وهي نقل الركاب عن طريق جيبوتي. يعني كانت الطائرة تنزل في مطار جيبوتي لغرض التزود بالوجود، استطاعت الحكومة أن توفر الوجود في مطار عدن، ونأمل أن نتلقى إشعار في أقرب فرصة وفي أقرب وقت للبدء بتشغيل الطائرات إلى مطار من وإلى مطار سيئون الدولي. هذا سيسهل لنا عملية نقل المسافرين المرضى، عملية عودة المسافرين العالقين في الخارج. نحن نعاني ازدحام كبير جدا، عدم قدرتنا على تشغيل الرحلات. طيب ما هي المعالجات التي قمتم بها لتلافي الأزمة الحاصلة بسبب توقف العمل في مطار سيئون؟ نحن بالنسبة لمطار سيئون لا نستطيع بالقدرات التي نتمكن فيها. أهم ما قمنا به في مطار عدن أننا حولنا رحلات عن طريق جيبوتي للتزود بالوجود، برغم التكاليف الباهظة التي عانت منها الشركة، لكنها كانت إلى وجود هذا الحل كحل مؤقت لخدمة المواطن وخدمة الراكب اليمني. طيب كان هناك حديث عن تعاقد مع شركات طيران أخرى ربما الخطوط الملكية الأردنية لمحاولة حل هذا الإشكال وحل مشكلة العالقين في المطارات، إلى أين وصلت هذه الجهود أم هي تصريحات فقط واستمرت ولم تدخل في حيز التنفيذ؟ حاولنا الاستئجار طائرتين في رمضان وسعينا وكنا وصلنا إلى الحل النهائي، إلا أن الظروف الحاصلة في اليمن أصبحت مقلقة لشركات الطيران والشركات المؤجرة، مما أدى إلى إلغاء العقد في آخر لحظة. وكنا قد تعاقدنا مع شركة الجوردن أفييشن على أساس تسيير طائرات تضم إلى أصول اليمنية لغرض نقل الركاب، إلا أنهم في الفترة الأخيرة يعني في الظروف الأخيرة خوفوا من الأوضاع في اليمن، يعني عرقلوا المسألة لم تتم. طيب هناك مئات ربما شركات الطيران، لماذا لا تبذلون جهود للبحث عن شركات ربما توافق وتقبل العمل وتسيير رحلات من وإلى مطارات اليمن؟ نحن يا أستاذي لسنا معنيين بمنح التصاريح لشركات الطيران، ولسنا معنيين بالمقابل بمنع شركات الطيران من الشغل. كل ما حصل هو بسبب ظروف الوضع الحالي، ولأننا شركة طيران وطنية وناقل وطني كان لابد علينا أن نشتغل برغم الظروف التي نعانيها، لابد علينا كواجب وطني وإنساني بحت بسبب أن ركابنا مرضانا يعني ويعتبروا هم آباءنا وأولادنا وأمهاتنا وزوجاتنا يعانون من هذا الإجراء، فأصبحنا الجسر الجوي الوحيد الذي ينقل الركاب. ليسنا محتكرين كما يشاع عننا أو منعنا شركات الطيران، لسنا معنيين بمنح تصاريح أو منع طيران. طيب نشرك معنا من إسطنبول محمد الجنيد مدير سابق في الخطوط الجوية اليمنية، أهلا بك أستاذ محمد.
اهلا وسهلا. استاذ محمد، اذا تحركات عديده لمحاوله اعاده الخطوط الجويه لعملها، بحكم تخصصك في هذا المجال، الى اي مدى ستسهم هذه الجهود والتحركات في تشغيل خط الملاحه الجوي؟ والله يعني ان شاء الله انه هذه الجهود تؤدي الى يعني عوده الخطوط الى ما كانت عليه، لكن ايضا هناك يجب التعاون من جميع الجهات المعنيه في سلطات الطيران المدني وفي السلطات بشكل عام. يعني مثلا المطارات لازم تؤمن وتكون مفتوحه ومهيئه، يعني من حيث الخدمات الامنيه والجوازات الملاحه، يعني في تسهيلات، لازم يكون في تسهيلات للشركه. ايضا النفط، اعتقد في الفتره الاخيره كان ما فيش نفط في مطار سيئون، يعني مش نفط قصدي هذا الوقود الطائرات يعني. فايضا لابد من يعني يخلوا شركه الطيران تكون مجنب عن الصراع، ما يدخلوهاش في الصراعات. طيب هذا الحاصل الان هو ذاته، يعني شركه الطيران الرئيسيه والمكاتب الرئيسيه ربما هي ما زالت تعمل من العاصمه صنعاء. هي تعمل بصعوبه، يعني ايضا في معوقات، مش الامور مش سهله. يعني مثلا زي ما قلت لك في المطارات ما فيش تعامل مع الركاب، اعتقد يعني بسلاسه، بعض الركاب يتخوفوا من السفر الى مطارات معينه. ايضا لما يخرج من المطار او ياتي الى المطار يلاقي صعوبات في الحركه البريه. طيب فقط انت الان حصرت ربما الاشكاليات في المشكل الامني وربما ايضا ازمه الوقود. بالنسبه للتعامل الحكومي والجهات المعنيه، هل هناك تضارب في الاختصاصات وبالتالي هذا التداخل والتضارب ادى الى هذه النتيجه؟ لا نستطيع تحميل جهه معينه مسؤوليه ما يحدث؟ هذا انا اللي اقصده، انه في تضارب وفي يعني كل يعني ما فيش سلطه واحده ويعني اتجاه واحد، يعني كل مطار له عده سلطات وجماعات، كانت تكون جماعات تتحكم في المطارات وليس الدوله فقط. ويعني وفي تداخلات كثيره. ايضا الشركه تعاني الان، مثلا ما فيش تمويل، يعني بسبب الازمه تحتاج الى رفض والى دعم بطائرات بتمويل، لانه تعرف الان الازمه هذه اكيد انه احدثت نقص في الامكانيات بشكل كبير. طيب اعود لضيفنا من صنعاء خالد الحربي. استاذ خالد، بالنسبه لمطار سيئون والتصريحات الان بشان عودته وتوفير الوقود، هل يمكن ان نشهد عوده قريبه لمطار سيئون وتفعيل الرحلات منه واليه؟ نحن كما ذكرت سمعنا بوجود وجود الطائرات، لكننا مجرد ان نتلقى اشعار رسمي من الجهات المعنيه سنبدا بجدوله الرحلات من والى مطار سيئون ان شاء الله. طيب تحدثت أيضا عن إشكالية في تصريحات التشغيل والطيران، ما هي هذه الإشكاليات بشيء من التفصيل؟ لدينا إشكاليات في منح تصاريح الطيران. نحن نشتغل في ما يسمى بالويندو تايم، لازم يكون معنا وقت محدد للطيران، لدينا وقت محدد للإقلاع والهبوط، لدينا وقت محدد للتوقف. طائراتنا الآن تتوقف في المطارات الخارجية، لا نستطيع جدولة رحلاتنا بالشكل التجاري الذي تريده قيادة الشركة. نحن نستطيع أن نشغل أكثر من رحلة في اليوم، نستطيع أن نشغل 3 رحلات في اليوم، نستطيع أن نشغل 4 رحلات في اليوم لكي نمتص الضغط الحاصل والطلب الزائد في السوق، لكننا للأسف الشديد نعمل بما يتاح لنا وبما يصرح لنا وبحسب القدرات والإمكانيات التي تتيحها لنا الجهات المعنية. طيب تتحدث عن إمكانية تشغيلكم 3 رحلات 4 رحلات في اليوم، يقال أن الخطوط الجوية اليمنية لم يعد لديها في الخدمة سوى طائرة واحدة يمكن أو طائرتين. لدينا طائرتين تعمل في الخدمة، وشركة الطيران تمتاز بقدرة التشغيل وجدولة الطائرات وليس بكم الطائرات. فنستطيع بالطائرتين للمناطق المسموح لنا الطيران فيها نستطيع جدولتها إلى 3 رحلات إلى 2 رحلة في اليوم، وكثرة وتكثيف الرحلات الأسبوعية والشهرية ويعني وامتصاص الضغط الموجود في السوق بسهولة جدا. والطائرة الثالثة الآن قيد التشغيل إن شاء الله، قيد الصيانة بإذن الله ستدخل إلى الأسطول قريبا. طيب هل يمكن أن يحدث مراجعة لأسعار التذاكر؟ يقال أن خطوط الجوية اليمنية هي الأعلى في طيران العالم الآن، ربما يعني تتميزون بالسعر الأعلى، يعني ربما تتفوقون على الطائرات التي تحمل ربما داخلها خدمة فندقية. أسعار بالنسبة لأسعارنا من اليمن، أسعارنا فعلا ارتفعت بالنسبة للمواطن اليمني، لكن نحن بالمقابل
نعاني مشاكل كثيرة فيما يخص ارتفاع الأسعار. نحن رفعنا الأسعار بسبب طار صنعاء الدولي كان يوجد فيه مركز صيانة الخطوط الجوية اليمنية، مركز صيانة دولي وعالمي، يعني يعتبر من المراكز الصيانة الأولى. نحن الآن طائراتنا صياناتها تائراتها كل ما تحتاجه الطائرات لا نستطيع إلا في مطارات أجنبية، في مطارات خارجية، وكل هذا بأسعار بالدولار. رسوم المطارات، التوقف المطارات، الطائرة الآن تقلع عدن القاهرة تعود القاهرة عدن، لازم تبيت في الطائرة في مطار القاهرة، في مطار عمان، في مطار مومباي، في مطارات أخرى، كل هذا برسوم بالدولار. أسعارنا أيضا بالمقابل نحن نستلم من الراكب اليمني بالريال اليمني، وأكثر مبيعاتنا من الجمهورية اليمنية، نأخذ قيمة التذكرة بالريال اليمني. بالمقابل كل التزاماتنا يتم توريدها بالعملة الصعبة للأنظمة، لأنظمة التشغيل، للالتزامات، للصيانة، للالتزامات للمطارات والهيئات العاملة في الدول التي نطير إليها. وبالتالي لا نملك لكي نستمر إلا في ارتفاع الأسعار، وليست في المبالغ الذي يبالغوا فيها. يعني هو مهم أنك وضحت الآن أسباب ارتفاع أسعار التذاكر. طيب، تابعت التصريح الخاص بهيئة الطيران المملكة العربية السعودية أنها ربما لديها رغبة في تشغيل المطارات في المناطق المحررة، هل هذه التصريحات أو إذا ما تم ذلك هل سيخفف من الإشكالية الحاصلة تعتقد؟ نحن بالنسبة لنا كشركة طيران لا نملك أن نصرح لهذه الشركة أن تأتي أو نمنعها أن تأتي. بالطبع يعني أي شركة ستدخل إلى جانب اليمني أكيد ستخفف علينا الضغط، يعني ولسنا متخوفين من المنافسة كما يشاع عننا. نحن يعني المقصود أنتم فهمتم تصريح الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بأنهم لديهم رغبة دعم وتشغيل المطارات اليمنية أنهم سيتيحون الفرصة لدخول شركات أخرى، يعني أنتم فهمتم التصريح هكذا؟ يعني يظل كلام إعلام، لكننا في المقابل هذا لسنا الجهة ذات العلاقة بهذا الخصوص. يعني هذا الكلام يتم التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني في عدن أو في سيئون أو ما أشبه، لكننا كشركة طيران نحن كتجارية نعمل لخدمة المواطن اليمني بغض النظر أيا كان انتمائه السياسي أو يعني متجاهلين كل الاختلافات السياسية التي حاصلة في اليمن، نعمل فقط لخدمة المواطن أيا كان. طيب، أعود لضيفنا من اسطنبول الأستاذ محمد الجنيد. أستاذ محمد الجنيد، التصريحات الأخيرة التي تتابعها فيما يخص إعادة تشغيل مطار سيئون وتوفير الوقود، هل تعتقد أن المطار سيعود قريبا للخدمة؟ وكيف تابعت كمسؤول سابق في الخطوط الجوية اليمنية هذه الأزمة وتعامل الجهات الحكومية معها في هذا الوقت، وتحديدا لم يعد يعمل سوى مطار سيئون وعدن؟ والله احنا سمعنا انه في خاطرات وقود طائرات متجهه من الوديعه الى سيئون، ونتمنى انه يكون الكلام هذا صحيح. والمفروض انه زي ما تكلمت انا من اول انه بالنسبه للجهات المعنيه يجب ان تحيد شركه الطيران لانها خدمه للشعب اليمني كله بغض النظر زي ما تفضل الاخ، يعني من اي مكان من اي بلد منطقه لاي انتماء يتجه، في الأخير هذه خدمات ضرورية في المرضى، في المسافرين، ذوي الحاجة، فيجب أن يعني تتعاون الجهات المعنية كلها في توفير الوقود وفي توفير الأمن والسلامة للطيران علشان الناس تجي وتروح، وأيضا التحالف معني بأن يمنح وقت أطول للويندو تايم بحيث انه تستطيع اكثر من رحله تاتي وتروح، وايضا زي ما قلت لك الخدمات على الارض، الامن، السلامه، طيب استاذ محمد، بالنسبه لتصريح هيئه الطيران المدني في المملكه العربيه السعوديه عن رغبتها في دعم وتشغيل المطارات في المناطق المحرره، الى اي درجه تعتقد ان هذه الخطوه ربما قد تنعش حركه الملاحه الجويه وتحل الازمه الحاصله؟ فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الجنيد. أعود لضيفي من صنعاء الأستاذ خالد الحربي. أستاذ خالد الحربي، إذا ما تحدثنا عن ربما عن إشكالية مطار سيئون الآن ومطار عدن، ما الذي يمنع إضافة رحلات من وإلى مطار عدن للتخفيف من الأزمة الحاصلة بسبب توقف مطار سيئون، ما أنه ما زال متوقف عن العمل؟ لماذا تم العمل فقط مطار عدن وفق الرحلات العادية والظرف العادي فقط؟ مطار عدن الدولي تعرف ان مطارات بقيه المطارات في الجمهوريه اليمنيه منها ما خرجت عن الخدمه ومنها ما
تم حظرها لا نعلم من الجهة التي حظرتها. المطارات التي فقط مصرح لنا بالطيران فيها هي مطار عدن ومطار شيئون. نحن نعمل جاهدين على توفير الرحلات بقدر الإمكانات المتاحة لنا. نحن من خلالكم نطالب بتمديد الويندو تايم لكي نستطيع أن نشكل أكثر من رحلة. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ خالد الحربي المسؤول الإعلامي نقابة موظفي وعاملي الخطوط الجوية اليمنية. أختم مع ضيفنا من إسطنبول أستاذ محمد الجنيد. أستاذ محمد الجنيد، بالنسبة للتصريحات السعودية حول رغبتهم في إعادة تشغيل المطارات في المناطق المحررة، هذه الخطوة إلى أي درجة تعتقد أنها ستحل وتخفف من الأزمة الحاصلة الآن؟ والله إذا في جدية طبعا أكيد حتخفف يعني بدرجة حتى 100%، لأنه في الأخير المعني بالقرار في اليمن حقيقة خاصة في الجانب الملاحي هي السعودية ودول التحالف، يعني يستطيعوا أنه يفتحوا المجال ويستطيعوا أنه يتيحوا فرصة للشركة اليمنية أن تشغل بأقصى طاقة ممكنة، وإذا لزم الأمر أنه يدخلوا يعني يسمحوا لأي شركة ثانية، لكن ما يحتاج أنا أعتقد شركة ثانية خاصة إذا شغالت الطائرتين والطائرة الثالث إذا اشتغلت، لأنه الآن الحركة هي محدودة الحقيقة إلى اليمن بالأكثرها 99% يمنيين الناس اللي مضطرين للسفر، يعني حتى السفر مش كثير بقدر أنه يحتاج إلى طائرات كثيرة، يحتاج إلى شيء معقول يعني بحيث انه الكل يستطيع يسافر ويذهب وياتي وعد نقاط محدوده يعني. طيب ان ياتي هذا التصريح من هيئه الطيران السعوديه بانهم سيعيدوا تشغيل المطارات بشكل مباشر منهم، هل يعني فقدان الثقه في الجهات الحكوميه اليمنيه ام ماذا؟ يعني لماذا لا يتم الدعم والتشغيل من خلال الجهات الحكوميه اليمنيه؟ في تصوري تضارب القرارات في السلطات في المناطق الخاصة المحررة اليمنية، يعني تحصل زي ما قلت لك الحقيقة يعني أنه يتداخل الصلاحيات والاختصاصات من عدة جهات ومن عدة حتى من أحزاب ومن جماعات ومن أفراد ومن قيادات، كل واحد يعني نسمع من حين إلى آخر تحصل أشياء فردية وتصرفات، فالسعودية في الأخير هي الأكثر يعني مالك القرار ولازم تحسم الأمر هذا، لأنه فعلا على أساس الناس ما يتضرروش أكثر. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الجنيد مدير سابق في الخطوط الجوية اليمنية، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة محمد عبد المغني، في أمان الله.